وسط هتافات منددة بحكم آل خليفة وتحميل حاكم البلاد حمد عيسى الخليفة مسؤولية قتل الشهداء، شيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد حسين شرف إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بلدة العكر جنوبية العاصمة المنامة. تقدم التشييع المهيب للشهيد شرف استعراض ثوري برفع رايات وأعلام ما يعرف بالدفاع المقدس وصور الشهيد وسط هتافات طالبت بإسقاط النظام والقصاص من قتلة الشهداء. قوات النظام عمدت إلى إغلاق منافذ البلدة بآلياتها العسكرية وانتشار عناصرها بكثافة، وفور انتهاء مراسم التشييع والدفن أقدمت القوات على قمع المشيعين بالرصاص الانشطاري، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة في صفوف المشيعين، إضافة إلى إصابة 4 إعلاميين تابعين لوكالات عالمية. وقد نقل الصحفي مازن مهدي إلى غرفة الإنعاش نتيجة إصابته بشكل مباشر في الصدر. وأثناء المواجهات وقعت سلسلة انفجارات لعبوات محلية الصنع استهدفت قوات النظام، وقد أعلنت سرايا الأشتر وسرايا المختار التي ينتمي لها الشهيد مسؤوليتهما عن تنفيذ التفجيرات التي أوقعت إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام. يذكر أن الشهيد حسين شرف كان مطاردا لأكثر من سنتين، وقد صدرت بحقه أحكام غيابية بلغت 42 عاماً.